انا قاعد بقى في الفاصل قاعدين عمالين ندردش ونتجاذب، قعدنا نتجاذب اطراف الحديث. اه والله. فأميرة قالت لي على فكرة انا شبهك. قلت لها شبهي ازاي ده؟ ما قالت لي لا يعني انا طبعي زيك كده وشديدة وبتاع. قلت لها انا عجزت يا أميرة. اه والله. اما بقى مدام شدوان فقعدت تحكي لي حدوتة اكتر من رائعة على ازاي هي خدت قرار انها تعلم الناس كيفية التعامل مع اخواننا الصم والبكم اسف مدام نعمات. وقعدتي تحكي لي ازاي تعلمي الطرفين يعني، وبالذات لما قلتي لما رحت كلية التمريض وعجبني جدا. اما بقى الست شدوان، انا اول حاجة سألتها قلت لها اخبار شهد ومحمد ايه؟ فقالت لي الحمد لله حلوين. مش كده؟ الحمد لله. كلكم كويسين؟ نعمة ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هبدأ الاول بالمسألة بتاعة حضرتك يا دكتور نعمات، ومسألة ايه اللي خلاكي خدتي قرار تقومي بفكرة ان انا عايز اعلم الناس لغة الاشارة، وازاي نقدر نتعامل مع الصم والبكم، وازاي اخواتنا الصم والبكم يتعاملوا معانا، وتقطعي مشوار طويل ومنهك ومتعب ليه؟ في الاول خالص نبدأها من الاول. انا مدرسة وصلت ان انا دلوقتي انا معلم خبير على درجة مدير عام ما شاء الله، ومتخصصة سمعي يعني في الفصل انا مدرسة سمعي متخصص، بقوم على شغلي على اكمل وجه ويشهد لي الجميع في التربية والتعليم ما شاء الله، وعندي شهادات تقدير كتيرة جدا من ده. دخولي المجال كان قرب لبيتي، يعني انا كنت في التعليم العام قعدت 3 سنين وبعدين حبيت انقل عشان قربي للبيت فودوني مدارس الصم، فقضيت فيها 33 سنة في الصم، كان قبلها 3 سنين في مدارس التعليم العام. ولما دخلت ما عرفتش اتعامل، كل يوم اروح معيطة انا مش عارفة، انا واحدة بتتكلم في مجتمع ما بيتكلمش فعيط، فاسمع من ده ومن ده، يا نعمات اعملي الاشارة دي كذا، الاشارة دي كذا، فاعملها البنات الصم يبصوا لي ويقولوا لي عيب عيب، ايه الاشارة دي؟ اوعي تقوليها، الاشارة دي عيب خالص، اوعي دي غلط. مرة على مرة خدوني في أوضة وقفلوا عليا البنات دول وقالوا لي بصي احنا هنعلمك الإشارة، الكلام ده من 33 سنة، هنعلمك الإشارة ولما نعلمها لك صح علميها صح زي ما علمناها لك وتاخدينا معاكي، لأن أنا في الوقت ده كنت بروح معاهم كل الأماكن بقى، محتاجة للدكتورة أروح معاها، محتاجة تشتري حاجة هتتجوز أنزل أشتري معاها، هتكتب بتاع أكتب على نفسي إن أنا ضامن، حابة تروح موضوع تخلص حاجة في مصلحة أروح برضو معاها، ما أنا لسانها أنا همزة الوصل بينه. فمن 33 سنة خدت على عاتقي إن أنا دول بقى ولادي، لأن هما كانوا في سن ولادي لما دخلت المدارس دي، يعني أنا بنتي الكبيرة عندها 37 سنة، فهم وصلوا دلوقتي إن هم يكونوا 40 و45 سنة. طيب. يعني أمهات وأباء. سؤال صغير. جاي لك من ده بإيه؟ بحبهم. مسألة متعبة قوي. بحبهم. وتكتبي على نفسك وصولات أمانة بعتبارك ضامن. طب افرضي حد جالك كده ولا لظروف مش عشان حاجة وحشة. لا هم بيحبوني زي أمهم. ما هو ظروف. لا 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 أنا عناية ليهم على فكرة، الموضوع مش صعب. الموضوع سهل. بس أنا كنت أيامها مش بصة إن في يوم من الأيام هقعد معاك، ولا في يوم من الأيام هقف أستلم تكريم زي ده من انتصار هاني. أقعد معاك إيه؟ تكريم من قرارة الرئيس. أبدا هقول لك. مجلس المرأة اشتغلنا معاه، اشتغلت معاه شغل كتير جدا عشان أوعي المجتمع. وقادين ليه بالفضل إن هو قدمني المجلس القومي للمرأة، إنه قدمني ده. لما بدأت أتعرف على المجلس القومي فرع الشرقية بتاعي، فرع الزقازيق، قلت له احنا عايزين، قالوا لي احنا عايزين نعمل توعيه للصم، قلت لهم اوكي، وانا انا متبرع ان انا انقل كل اللي انتوا هتعملوه من الجزء الطبي ليهم. عملنا ختان الاناث بلغه الاشاره، عملنا الايدز توعيه عن الايدز بلغه الاشاره، عملنا اسعافات اوليه بلغه الاشاره، وبقيت اجمع ليهم من كل الولاد الصم وجمعيات الصم ان يحضروا الاماكن دي، وخدتهم معايا الجامعه. أول حد دخل كلية طب تمريض مع العميدة نادية طه كنت أنا، وقالت لي يا نعمات أنت عايزة إيه؟ من خدمة المجتمع، تنمية المجتمع. قلت لها أنا حابة لما يخش ابن الأصم مريض يلاقي حد يعرف يتعامل معاه. قالت لي خلاص بكالوريوسات الفرقة الرابعة والماجستير والدكتوراه يحضروا الشغل ده.
فبدأ دي أول حاجة. يمكن الكلام ده من أكتر من 10-15 سنة وما زالت شغالين. النيل يجري. رحت كلية أداب اشتغلت فيها ورش لتوعية الشباب بذوي الإعاقة ولغة الإشارة. رحت كلية تربية عملت فيها أكتر من 85 دورة لغة إشارة. طيب أنا هستأذنكم هروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل نتكلم شوية مع آخر العنقود بتاع اللقاء بتاعنا أميرة دكتورة أميرة وعاوز نتكلم مع مدام شدوان اللي عملت حتة مشوار. صح. ربنا يخلي لك شهد ومحمد ويخليك ليهم. فاصل ونكمل الكلام. اخر العنقود بتاعه اللقاء الدكتوره اميره شعبان غانم عبد الباقي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لي بقى الحدوته بتاعتك كدكتوره. اولا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحقيقه انه جت فرص كتير جدا ان انا اطلع، بس اول ما عرفت ان انا هاجي هشارك يعني في حلقه حضرتك، عرفت ان في كتير جدا الاف من المشاهدين بيتابعونا، فانا اصلا كان التارجت بتاعي من الاول خالص فعلا بجد هي المساعده. فانا بس لو واحد من الالاف اللي بيسمعونا دلوقتي يعني هيتشجع او هيحس بالهام او هيحس ان في امل بس من القصه، فانا بجد كده يعني هكون حققت حاجه كبيره جدا. نورتينا ده اولا. شكرا. ومبسوطه انك جيت لنا. شكرا. احكي لي بقى المشوار بتاعك. مبدئيا انا كنت سقطت قيد، ما كانش عندي اصلا شهاده ميلاد، لحد بقى ما جاء سني كان في مشاكل معينه يعني، حتى كان اختلافي حتى عن اخواتي. فجاء بقى وقت الدخول للمدرسه ما كانش فيه شهاده ميلاد، فدخلت بقى كان في حاجه اسمها الفصل الواحد، فدخلت فيه بقى قعدت فيه لحد سته ابتدائي، ده كان بدون شهاده ميلاد. فجيت اعمل تسنين، الدكتوره سننتني اكبر من سني بخمس سنين بحكم يعني ان ارياف هيجوزوا وكده يعني. فطبعا دي حطتني في مشكله ان انا اكون منازل في اعدادي وثانوي، يعني هتحرم من المدارس طول عمري تقريبا. فقعدت ذاكرت الثلاث سنين اعدادي في البيت، والحمد لله طلعت الاولى ساعتها على المدرسه وتم تكريمي، وبس كان منازل يعني. ده اصلا كان في عامل نفسي كان متدهور جدا كطفله ساعتها، كان نفسي بجد اكون زي زمايلي، عايز اروح المدرسه واجي. أيوة. المدرسه وبعمل كل حاجه وبجتهد، مفيش اي حاجه تمنعني، مع ان الظروف دي كانت خارجه عن ارادتي اساسا. فجيت بقى في ثانوي برده كان نفس الموال ان هو منازل، فدي برضو كملت المشوار مع نفسي خالص، ويعني قلت ان لازم احقق اي حاجه، لان بجد اهلي يستاهلوا اي حاجه. طبعا يستاهلوا كل خير بجد، عشان هم بجد كل الاهالي بتتعب مع اهلها، لو بيتعبوا بس مره فهم تعبوا معانا كتير جدا. اكيد. وكان دايما يعني الحقيقه اهلي كانوا بيشجعوني جدا جدا على التعليم. ماشي. فالحمد لله بقى كملت في ثانوي، والحمد لله جبت 94 في النظام الجديد، نظام التابلت، فدخلت طب بشري منه. اخترت طب ليه؟ ما قلت حضرتك من الاول صعب. صعب جدا. صح. دي كلها صعبه جدا. هو الصراحه ما كانش هدف الطب في ذات نفسه، انا كان التارجت من الاول خالص المساعده، ايا كان كنت حاطه كده قدامي هدف انه نجاح بس، ايا كان المجال اللي هدخله يعني. ما قلتش ان انا لو ما دخلتش طب كنت هعيط او هعمل حاجه، لا، كنت حاطه في دماغي انه ما حصلش كذا في اوبشن تاني وتالت ورابع، اما حاجه ان انا احقق نجاح وايا كان المجال اللي هدخله يعني. حتى في ابتدائي ست سنين اللي انا عشتهم انا تخيلت نفسي المحاميه والمهندسه والدكتوره والاعلاميه، تخيلت نفسي كل حاجه بحيث ان انا احقق نجاح في كل مجال، النجاح ده يجي ده وهكذا. هنجح يعني هنجح ايا كان المجال اللي هدخله. ودخلتي كليه الطب، وهنكمل بقى ان شاء الله سنين الشقه في كليه الطب. طب اصلها كليه طويله وصعبه، عارفه، وبعدها هناخد دبلومه وبعدها ماجستير. صح. اللي بيقرر يطلع دكتور ده بيقعد يذاكر طول عمره عشان بس نبقى متفقين. بس انا مش حياتي ممله يعني، نفسي مثلا اعمل حاجه للمراه، نفسي مره اكون في المجلس القومي للمراه. نفسي مثلا في يوم من الايام يعني، انا بجد كان نفسي فعلا في حاجه زي كده، ان انا اطور من نفسي جدا بحيث ان برضو اكون، مش عايزه اقول كلام كبير قوي بس يعني. اتمنى بجد يعني ابقى مشاركه مثلا في الوزاره يعني في ال. ايوه، وليه ما تبقيش وزيره يعني؟ هو ايه المشكله يعني؟ حاسه ان هي اوفر قوي. ده انت بتتكلمي على بلد بقى فيها نائبات جوه مجلس النواب. أيوة مش أيوة مخلينا عارفين نقعد.
أيوة. دي متصورة؟ أيوة. وإيه يعني لما تبقي في يوم من الأيام وزيرة، ويا سلام لما تبقي رئيسة وزراء كمان، قولي إن شاء الله ونشوف هذا اليوم الرائع. أروح بقى للست شدوان وشهد ومحمد. شهد ومحمد عندهم قد إيه؟ شهد عندها 15 ونص ما شاء الله، ومحمد عنده بسم الله ما شاء الله عنده 18 سنة ما شاء الله. عاملين إيه في المدرسة؟ والله محمد ابني في اولى معهد في المطريه، بس يعني ايه مش مواظب عشان هو بيساعدني في مصاريف البيت يا حبيبي. شغال من صغره وعنده 5 سنين شغلته حلاق. كان راجل وجدع لحد بيساعد امه. يعني بيصرف عليا عشان انا برضو تعبانه، فهمتني؟ وانا سافرت برضو قبل كده، اتغربت كتير وتعبت لحد ما بصراحه. طب انا عايز اسمع الحدوته بتاعتك. انا بص حضرتك من كفر الشيخ، احسن ناس الله يخليك، وانا اهلي كلك من كفر الشيخ. فين في كفر والدي الشيخ؟ والدتي من محافظه كفر الشيخ، من حته اسمها سيدي سالم. طبعا سيدي سالم والشخلوبه. فاكرين التلميذ ولا ايه؟ لا ده انا عارف كويس. ووالدتي برضو من كفر الشيخ من قريه اسمها بيت الديبه. حلو قوي. من احنا من كره فلاحين يعني، وكره ارياف وكده. وعندوك الرز للركب، رز وكل حاجه اللي انت عايزها، وسمك وكل بقى حاجه بالك فيه بقى. وفسيخ وجو كده. كملي. حضرتك كنت شغاله اصلا في جامعه كفر الشيخ عندنا يعني عامله نظافه، تعرفت على دكتوره هناك من الكويت. حلو. قالت لي كنت انا يعني لسه متجوزه جديد وما كانش معايا غير محمد، وكنت حامل في شهد. وبعد كده قالت لي شدوانة تقدري تجيبي لي واحده تسافر معايا الكويت؟ قلت لها انا ممكن اسافر مع حضرتك. فروحت استاذنت ابويا قال لي ازاي ما ينفعش تسافري، قولي لجوزك. ما قلت لجوز انا عايزه اسافر، قال لي روحي سافري. ما اعترضش ولا وقف في طريقي وكده. بقيت اسافر. غبت 7 سنين في الكويت، كل سنه اجي واروح، كل سنه في اجازه المدارس واروح واجي وكده. خلصت الحلقه لحد كده يا ساده، ثواني هكون داخل لكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر باذن الله والصحه هنكون موجودين معاكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.